السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم جيتكم جيت ما جيتش وصفة تاع الطبخة، جيت نتكلم في موضوع خاص، وهذا الموضوع يعني راه منتشر في مجتمعاتنا احنا العربية، واللي هو في كثير يعني من الأبناء يتخلوا على والديهم للأسف الشديد، يعني اللي يرموه في دار العجازة، اللي يرمون في الطريق، يعني الله يهدينا، الله يهدي مخلق. انا احب نتكلم في هذا الموضوع، ما عرفش كيفاش نبدا منه، ولكن نبدا بطريقتي الخاصه. حبيت يعني نعطي نصائح لهذو العرايس، لهذو الابناء اللي تخلوا على امهاتهم، اللي يقول لك انا مرتي ما بغاتليش يما وفخر بها بكل عزه، ولوح يما في الشارع او في دار العجازه. هذه العروسة ربي يهديها، اللي تقول له انا ما نستحقش يما، كان نحب نعيش حياتي. اختي تعيشي حياتك، عيشيها، ما كاين حتى مشكل، عيشيها، ولكن لا دارت عليك الدنيا والزمان وتحتي في نفس الموقف، راح تعيشي عقوبتك نفس الشيء اللي درتي انت في عجوزتك. ياك المهم، واش اللي حبيت نقوله؟ انه الانسان خاصو يخاف الله. اول شيء انه الانسان يخاف الله، اذا خفنا الله ما نديروش حاجه تغضب ربي. ياك تي هذا السيد نهار جا خطبك، جات الوالده نتاعو مع الاخت نتاعو، لانه احنا معروفين احنا العرب لما نمشيو نخطبو تمشي الام والاخت والخاله، يعني الاقارب للشاب. ياك فذاك اليوم يعني انتي تكوني يعني ما شاء الله عليك، يعني ملك من طيور الجنه نقولها بهذه الطريقه. ياك المهم يعني تقولي له يمك في عينيا وكل شيء ما يخص. اه الحمد لله، مسكينه العجوزه تفرح، تقول لك ما شاء الله، تبيع مسكينه ذهبها، تبيع كل شيء اللي عندها باش تجيبك لعندها. تقول لك يعني نصيبها في عقوبتي، تعاونني، توقف معايا، لانه هذه هي الدنيا، بنتها تمشي يديها ولاد الناس، وانت تجي يعني تتعوضي يعني بلاصه بنتها. ولكن للاسف الشديد الاغلبيه امهاتنا يولدوا 5 6، يعني ناس بكري كانوا يعني عندهم الاولاد، ولكن كبروهم ويتعبوا عليهم، رجعوا رجال، اللي يقرا يقرا، واللي المهم كل واحد يدير المستقبل تاعو الحمد لله، ولكن ما رجعوا لهمش الخير. ورا الخير تاع اللي رجعوا احنا لوالدينا فينو؟ انا عن جد ندخل الفيسبوك يعني نبقى مستعجبه، يعني طيح لي الدمعه بعض الحين، ما نحبش نكمل الفيديو لانه تشعل فيا النار. نرمي ام نتاعي علاش؟ على جال مرتي، خاطر مرتي ما حبتش امي، نرمي ام نتاعي ونخلي مرتي. لا اخي لا، هذا الشيء يعني مذكور في القران. ربي قالنا نرمو امهاتنا لانه زوجاتنا ما قبلوناش امهاتنا. للاسف هذا الشيء يعني الشيء اللي رانا نشوفوا فيه اليوم، راه شيء يخلع، شيء يفقص القلب والعقل، بعدنا ما نقوله. يا اخي الكريم، يا اختي الكريمه، اتق الله بام الزوج تاعك، اتق الله فيها، اعتبريها مثل امك، انها امك ثانيه. لما تمشي من بيت اهلك تمشي لبيت اهل زوجك، بيت اهل زوجك هما بيت امك وابوك، يعني عنده يمه وباباه، تهلاي فيهم، ما تفرقيش بين، تحطيش المنشار في العقده كما يقولوها المصريين، يقولوا يا انا يا والديك. لا اختي، علاش؟ طيع يمه وباباه، تهلاي فيهم في عقوبتهم، ساكن يكبروا ولا ما يقدروش. غدوه من غدوه نهار تي وليدك يكبر ويولي راجل، تجيب انت بنت الحلال اللي تهلا فيك انت ثاني. لكن اذا انت حقرتي ظلمتي عجوزتك وشيخك وما تهليتيش فيهم، ونهار تكبري تقولي علاش انا عروستي ما تطيعنيش، اختي قال لك قال لي واحد المثل، قال لك كما تدين تدان، هذه يعني معلومه معروفه، كما تدين تدان. على هذا الانسان خاصو يخاف الله بالوالدين، الوالدين يا خاوتي. انا كي نسمع اغاني تاع الوالدين شبع بكا، علاش؟ ما كاش منهم، ما كاش مثلهم. خافوا الله في والديكم، ما تلوحوش والديكم في دار العجازة،
يا بنت الناس خافي الله في عجوزتك، تهلاي فيها، يتهلا فيك ربي. عندك حسنة في الدنيا وفي الآخرة، تلقيها في الدنيا وفي الآخرة، كوني متأكدة أنك في الدنيا تلقاها قبل الآخرة. خافوا الله في عجايزكم. كاينين بعض البشر سبحان الله، يعني شي ناس نعرفهم أنا عجوزتها عندها دارها ياك، رزقها ساكنة فيه، يعني وليدها عايش معاها. تصوري دارها وعروستها تخرجها بدارها، عروسة تخرج عجوزة بدارها والدار دار العجوزة، تشري لها الماعن تسقم لها، شري هذيك هذي، حد نهار قالت لها عجوزتي كي خارجة بدارك. هذا يعني منطق ما يدخلش حتى في العقل، انه دارها لو كان ماشي دارها تخرجها، تروحها في دار العجزة او في الشارع مثل ما يعملوا الكثير. اخواتي اتقوا الله عجايزكم، خاوتي اتقوا الله في امهاتكم. ما تخليش امك، اذا كانت امك ما عندهاش لانتريت، ما عندهاش هي لانتريت وانت خدام، والخاوه نتوما ثلاثه اربعه خمسه او سبعه يعني لو كان يكونوا زوج، المهم ديروا شهريه لماكم، كل واحد يعطيها شحال، يعطيها 100000 واحد 200 هذيك هاك شويه حتى يتلايموا، تخلوش يماكم هاك. اما الماكله ماكش اللي ما تبشر ياك، صح يقولوا هذا ماكش اللي ما تبشر، لكن اذا كانت هي مسكينه مراه كبيره وما تقدرش تطيب، تقوا الله في امهاتكم، تقوا الله. عن جد انا ما عرفتش واش نقول، ان الشيء اللي راني نسمع به والشيء اللي راني نشوفه راه يخلع، عن جد راه يخلع. وين راه وين ذاك النيف اللي تقوله مرتو لوح لوح يماك ويسمع لمرتو؟ يا حسرة على الدنيا تاع بكري اللي كان البابات اللي مات كلمتهم كلمة. تي بنت الناس خافي ربي في مولاك، طيع جوزتك احترميها تهلاي فيها، ان هذه الصغر والشباب والزين واللي فيك انتي وهذيك الخفه مش راح تدوم لك، ما تدومش، الكمال لله تعالى وحده، حتى شي ما يدوم، ما يدوم الصغر، ما تدوم الصحه، ما يدوم والو، حتى المال نفسه ما يدومش، لانه ممكن يكون عندك المال لكن الصحه كذا ما كاش، ما تقدرش تطيبي، تحتاجي اللي يطيب لك. شكون اللي يطيب لك اذا كنت انتي عجوزتك ما احترمتيهاش ولحتيها مثلا بدار العجزة وخليتيها تسمرمد وحدها؟ تقولي لابنها خلي يمك، الابن ثاني عنده اللوم، علاش انت تسمح في الام نتاعك انه مرتك قالت لك انا ما نسحقش يمك؟ لا فهمها، لكن تفهم وبنت فاميليا تعرف انه الدنيا هذه كما تدين تدان، واذا ما بغتش تفهم الله يسهل عليها، بغات تمشي الله يسهل عليها. اما امك المرأة تتخلف، بنت الناس تتخلف، لكن الأم ما تتخلفش، الأم كنز لا يعوض، الأم إذا دعت لك دعوة الخير كن متأكد توصلك، طالت قصرت عمره ما يعقب عليك الريح، لأنك داير دعوة الخير من الأم نتاعك. لكن إذا جرحت قلب أميمتك يا ويحك، قلب الأم مشكلة يغضب لكن ما يهدرش، ماكش الام اللي تتمنى السيء لاولادها، كل الامهات مهما كانت ام قاسيه، حتى لو كانت الام قاسيه في قلبها حنين ما تتمنى لكش الشر، كن متاكد ماكش ام تتمنى الشر لاولادها. على هذا نتمنى من كل قلبي يعني شي بشر انه ربي يهديهم، يتهلاو في والديهم. بنت الناس انتي يا اختي الكريمه، اتقي الله في الام نتاعو. انتي مثلا الام نتاعك تحبيها، تمشي زياره لعند امك، تدي الشكاير، تدي القفه، تدي الدراهم جحده عليها، يعني هذاك الشيء معروف ياك، احنا نسى نعرفوا داك الصوالح، هذاك الشيء نعرفوا انا من بكري. كيما انتي تبغي الام نتاعك بغي امه، علاش والديكم تجبدوا ليهم تبغوهم والدي يا اختي يما خاوتي ما عرف كيفاه، وما تحمليش مالين الراجل. اما لين الراجل اش داروا لك؟ ها لوستك واش دارت لك؟ لوستك وكان تكسبيها اي تكون احسن مختك كاع، تكسبيها وتكوني حنينه عليها، ما كاش بحالها ديرك في عينيها. لكن تجي ضيفه ما تبغوش، علاش جات ضيفه؟ جابت ولادها وجات، هاي وسخت لنا، هاي عملت لنا، هاي ما خلاتناش نرقدوا، هذيك دارها ما بنتي،
كيفاش تجي نتيا اللي جيتي البارح تقولي لها، تقولي اش جابك، علاش ما قعدتيش في دارك، لا قعدت سمانه طولتي اختي، تقعد سمانه وتقعد شهر وتقعد اللي بغات دارهم كيما انت تمشي لداركم وتقعدي سمانه نفس الشيء. امنتي امنتي اش نقول لكم، القلب معمر من كل النواحي. المهم بلا ما نطول، هذا اليوم نحبس هنا. ان شاء الله الفيديو تاعي لنال اعجابكم، نزيد نتكلم في مواضيع اخرى، كان كثير مواضيع حابه نتكلم فيها ولكن ما عرفتش منين نبدا. انا بديت في هذا الموضوع وما حبيتش يعني ندخل بزاف بزاف، يعني دخلت غير على الخفيف. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو، اذا عجبكم ديروا لي لايك، اعطوني تعليقاتكم، ونتمنى ان شاء الله نقدم لكم شيء اخر، كان طبخ او موضوع من مواضيع الحياه. ونقول لكم السلام عليكم، وكما قلت لكم الابناء تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، الوالدين ما كاش كيما هما. البنات تقوا الله في عجايزكم، الدنيا هذه ماش دايما حتى واحد. والسلام عليكم.